الغضب النصراوي يتواصل والشرفيون يستنفرون لإنقاذ ناديهم، والأمير فيصل بن تركي في وجه العاصفة. الاتحاد يستجمع قواه بعودة هزازي والعنزي ويغلق الأبواب، والشكوك تحوم حول مشاركة كولوم بالأهلي في الديربي. وأخيرا خرج أسامة هوساوي في المؤتمر الصحفي وصرح لن يتواجد في الهلال، والشباب يجهز أسلحته للاتفاق. رئيس الاتحاد يروي قصة إبعاد ديمتري عبر كرة، وفوال يؤكد إفلاسه فنيا. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية ومستمعي روتانا فهم في المملكة العربية السعودية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بأخبار شوط. تحوم الشكوك حول مشاركة الكولومبي بالومينو المحترف في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع فريقه في مواجهته أمام نده التقليدي الاتحاد الخميس المقبل في ديربي كرة القدم بالغربية، نتيجة مواصلة تأهيله العلاجي لليوم الثاني على التوالي بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة القادسية الماضية والتي أدت إلى غيابه عن التدريبات. وكان المدرب تشيكي غاروليم قد عمد إلى إجراء مناورة على كامل الملعب بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في تدريب اليوم الذي تبعه رئيس النادي الأمير فهد بن خالد ومدير إدارة كرة القدم طارق كيال. وفي المقابل أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة المدرب الوطني عبدالله غراب إغلاق التدريبات اعتبارا من غد لخوض قمة الغربية، في الوقت الذي تنفس فيه غراب الصعداء بعد عودة مهاجمه نايف هزازي إلى التدريبات ومشاركته مع بقية زملائه في حصة اليوم إلى جانب فهد العنزي الذي تحسنت حالته الصحية. ولا تزال الإدارة الاتحادية تواصل بحثها الجاد عن مدرب يقود الدفة الفنية خلفا للبلجيكي المقال ديمتري في ظل وجود العديد من الملفات التي تخضع للمفاضلة. وصلت جماهير نادي النصر تعبيرها عن غضبها من أوضاع ناديها من خلال الهتافات التي أطلقتها خلال الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم عصر اليوم، والتي طالبت خلالها برحيل إدارة النادي الحالية رئاسة الأمير فيصل بن تركي ونائبه عامر السلهام ومدير إدارة كرة القدم سلمان القرني. وحاول القرني امتصاص غضب الجماهير مع قائد الفريق حسين عبد الغني من خلال التحدث معهم ومناقشتهم رغم محاولة أحد المشجعين اقتحام الملعب، وتدخل حراس الأمن الصناعي في منعه من ذلك. وكان الأرجنتيني غوستافو كوستاس مدرب فريق النصر قد أخضع اللاعبين في حصة اليوم لتدريبات على النواحي اللياقية والتكتيكية قبل أن يجري مناورة على كامل الملعب. ومن المقرر أن يعقد مدرب النصر عند 12:00 من ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الاستعداد لمواجهة التعاون. يواجه البلجيكي ميشيل برودون مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم وسائل الإعلام عند 17:00 غدا الثلاثاء للحديث عن آخر استعدادات فريقه لخوض مواجهة فريقه المرتقبة أمام الاتفاق ضمن إطار منافسات دوري زين السعودي للمحترفين والتي يبحث فيها الفريق عن الابتعاد بالصدارة وتعطيل الاتفاق أحد أقرب المنافسين له على القمة. وكان الفريق الشبابي قد واصل عصر اليوم الاثنين استعداداته على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بالنادي بحصة حازت فيها الجوانب اللياقية المكثفة على النصيب الأكبر لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين إلى جانب التركيز على النواحي التكتيكية، فيما لا يزال المحترف الشبابي الأوزبكي سيرفر جيباروف يواصل تنفيذ البرنامج الطبي التأهيلي المعد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي وذلك باللف حول المضمار. وقع لاعب فريق الوحدة الأول لكرة القدم عبد الخالق برناوي عقدا احترافيا مع نادي لمدة 4 مواسم بحضور رئيس النادي علي داود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وأتمنى علي داود رئيس النادي نجاح اللاعب مع ناديها الوحدة في مشواره الكروي بما أبدى برناوي ساعدته بالتوقيع لناديه الذي وصفه بأقل ما يمكن تقديمه لرئيس الوحدة علي داود وأعضاء مجلس إدارته نظير ما أشعره من اهتمام وعناية لضرورة بقائه مع الفريق الكروي، وأبدى عزمه لتقديم ما بوسعه ليكون عند حسن ظن الجميع. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد مصابيح الكاتب الصحفي المعروف والناقد الرياضي ونائب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء والسكرم خير أبو تركي. حياك الله أستاذ تركي، شكرا لوجودك معنا. العفو حبيبي. بردان؟ اي والله. تشتكي من مشخص وصف تشتكي
مسكينه من البرد يا محمد الغامدي مدير تحريري صحيفه عكاظ. مساء الخير محمد. مساء الخير تركي. شكرا لوجودك معنا. حياك الله. مو بردان؟ لا الجو جيد اليوم. ما في مدارس بكره يعني؟ ابو تركي بعد اعطى الاولاد الاربعه من الاربعه يعني ثلاثة والأربعة طبيعي طالما بكره اكيد الربع بيسافر. طيب نبدا بالاخبار. خلينا نبدا بنادي النصر. الامير فيصل بن تركي كان المفترض يكون معنا في حديث يوجه الجمهور النصر عبر مداخله هاتفي مثل ما اعلنا امس، لكن الاجتماع النصراوي لا زال مستمر حتى الان. الاجتماع اللي يضم خلينا نقول نخبة من أعضاء الشرف. بالضبط، الناس الملتفين حول الإدارة في الفترة الحالية. الاجتماع لم ينتهي حتى هذه اللحظة. راح نحاول نواكب الجماهير النصراوية المشاهدة البرنامج والمستمعة بآخر الأخبار. آخر الأخبار اللي وصلتنا أنه إلى الآن الحديث على الطاولة النصراوية حول المدرب يبدو أنه الوضع الإداري لن يكون في أي تغيير حتى هاللحظة. هذه المعلومات اللي عندنا ممكن تتغير الأمور في الفترة القادمة اللي حتى نهاية الاجتماع. بالأمس تحدثنا وقبل أمس عن الكوستس أنه سيغادر النادي النصراوي في حال وجود البديل. أسماء البدلاء باوزا مو من ضمنهم مثل ما كان عندنا أمس، يمكن يتغير شيء إذا صار انتهى الاجتماع. خورخي دا سيلفا أحد الأسماء المطروحة. تحدثنا عن المحترف الكوري، نذكر اللي ما تابعونا أمس مع أنه المفروض ما نذكرهم نزل عليهم، بس نذكرهم شوي أنه كان العرض 2 مليون يورو 300 ألف، أو هو طلب 2 مليون يورو 300 ألف وعمره 32 سنة. خفض المبلغ ل 2 مليون يورو و 100 ألف، وإدارة نادي النصر ترددت كثيرا في هالموضوع أنه المبلغ مقارنة بالعمر كبير جدا. في هالفترة الجماهير النصراوية تبدي غضب كبير تجاه نادي النصر، تجاه الإدارة. فيصل بن تركي اللي كان هو المحبوب رقم واحد لجماهير نادي النصر أصبح الآن المطلوب رقم واحد لجماهير نادي النصر، يريدون الرجل أن يبتعد من رئاسة النادي عند بعض الجماهير النصراوية. أبدأ معك أبو تركي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هو الوسط الرياضي، إذا خسرت فيعني دائما اللائمة تلقى على من هو في الواجهة اللي هو رئيس النادي. رئيس النادي أعطى وبذل وإلى آخره، بس دائما وهذه ثقافة الخسائر، يعني دائما نضع اللائمة على من في الواجهة. القضية هي تكمن في ودائما أكرر الكلام هذا، اللاعبين واحتراف اللاعبين وفكر اللاعب اللي هو يعني جعل المدربين والأجهزة الإدارية في حرج. بشكل عام التفافة النصراوية طيبة في يعني تعتبر بداية موسم. التغيير ضروري جدا، لأنه وجهة نظري الجهاز التدريبي في المرحلة القادمة النصر يحتاج إلى جرعة نفسية، إبعاد الإحباط عن اللاعبين. أما إبعاد لاعبين أو إبعاد إداريين يبدو أن المسألة فيها يعني استعجال لو صار كذا، لأنه وقت ما يسمح. لكن الفترة الشتوية بالنسبة للأجانب بإمكان يكون فيه تغيير، لكن الجميل أعود وأكرر أنه الالتفافة النصراوية وأنه يكون القرار لمصلحة النصر، قرار جماعي يعني. جماعي لمصلحة محمد النصر. الكلام هذا اللي يقول أبو تركي، في أنا متأكد ناس من جمهور النصر الآن يسمعونه يقول لك حبيبي طب من اللي جاب اللاعبين؟ جابتهم إدارة النادي. لما يتكلم عن اللاعبين وفكر اللاعبين، إدارة النادي اللي جابتهم. بعض الجماهير النصروية ترى بأنه هذه الإدارة أخذت ما يكفي من الفرص وتحملت الجماهير الكثير من خلينا نقول الإخفاقات المتكررة للنادي. جماهير نادي النصر ترى بأنه هناك تغييرات يجب أن تكون في الإدارة النصروية، ابتداء من الرئيس سلمان القريني عامر السلام. كانت فترة وفترات سلمان القريني، الآن جماهير نادي النصر تريد الرئيس أن يبتعد. أو خلينا عشان نكون دقيقين، جزء كبير من جماهير نادي النصر ممكن يكون في ناس سعيد الأمير فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي تركي في البداية يعني يمكن أعرج إلى اجتماع الأعضاء الآن. في بعض الأخبار اللي رشحت لي من خلال الاجتماع أن هناك إلى الآن للأسف إصرار من رئيس النادي على بقاء الإدارة الحالية بجميع أسمائها، وهذا قد يزيد الاحتقان النصراوي اللي كان يطالب بعض الأعضاء بالإقالة. أيضا هناك توجه، طبعا اللاعب الآسيوي اللي ذكرته الآن جدد عقده مع الفريق الكوري وأصبح من الصعوبة بمكان أن يحضر إلى النصر أو لأي نادي آخر. التوجه الآن السريع هو البحث عن مدرب، وهذه يمكن الخطوة السريعة العاجلة اللي ممكن تتخذها الإدارة. البحث عن مدرب الآن في اتجاهين، اتجاه من بعض أعضاء الشرف اللي يدعم حضور مدرب جديد،
والأسماء المرشحة. المشكلة في المدرب يا محمد؟ أنا ممكن أقول لك أنها هي بداية أول حل، لكن ليست المشكلة في المدرب بشكل عام، لكن الآن المدرب القادم إذا كان يمكن قد يكون حصري لبرنامج كورة، أنه أقرب الآن المدرب البرازيلي فييرا، وهو مدرب بنياس سابق ومدرب منتخب العراق. هذا التوجه من بعض أعضاء الشرف اللي أبلغوا الإدارة بهذا الاسم وتكفلوا بإحضاره. على مسؤوليتك الكلام؟ طبعا على مسؤولية محمد يا شباب، طلعونا هالكلام ينافس دخلت ورا، لكن حطونا الله يخليكم الخبر على مسؤولية محمد الغامدي، أنه الأكثر ترشيحا من بعض أعضاء شرف النصر الذين تكفلوا أيضا بالتعاقد معه. التوجه للإدارة في المدرب الأورغواني لديسلفا، وهذا قد يكون يعارض بعض الأعضاء بسبب حضوره السابق، وأن النصر بحاجة إلى مدرب جديد، لكن فييرا هو الأقرب بحكم أن الأعضاء سيتكفلون فيه. محمد ليش فيما ذكرت عن المدرب؟ طبعا ليس الحل النهائي، أنا أرى أن هناك خطوات عاجلة تبدأ بالمدرب وتسريح بعض اللاعبين في الفترة القادمة، لكن هناك خطوات قادمة لابد سواء في الفترة الشتوية أو في الموسم محمد القادم. محمد ليش جمهور النصر في هالمرحلة بالذات متمسك جدا بطلباته، وفي حاله يعني ما احنا نرصد، احنا برنامج يومي وطبيعي انه احنا نكون يعني عندنا قدره على قياس احيانا ردود الفعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال يجينا على الانترنت او على ايميل البرنامج، 7 أيام برنامج عنده القدره انه يقيس الى حد ما ردود الفعل. ليش جمهور النصر في هالمره الغضب عنده والزعل وصل الى درجه كبيره؟ هل السبب الأداء النصراوي في الفترة الأخيرة على في السنوات الأخيرة، ولا نتيجة الهلال كانت مؤذية نفسيا لجماهير نادي النصر؟ لا، هي أشياء تراكمية تركي، يعني من بدء الإدارة للأسف الإدارة أعطت مساحة كبيرة من التفاؤل للجمهور النصراوي، انعكست سلبا بعدم تحقيق هالأشياء. كانت كثير بعض الوعود، بعض التصاريح اللي كانت فيها كثير من التفاؤل للجمهور النصراوي، لكن لم يحصل هذا الجانب. الجمهور صبر على الفريق خلال هذا الموسم. أنا المدرب الآن مع احترامي لمن يذكر أنه ليس السبب، لعب 20 مباراة بين رسمية وودية، لم يقنع أي متابع سواء نصراوي أو من خارج. خوخي دا سيلفا كان عنده نفس القضية مع نادي النصر أبو تركي، وما قدم في الدور الأول أي شيء، وكانت يعني الألقاب اللي لقب فيها هذا المدرب يعني ما نبغى نقولها في البرنامج. وفي الدور الثاني كان أفضل فريق في الدوري، في الدور الثاني نادي النصر في تحصيل النقاط وحصل المركز الثالث. ليش ما يكون كوستاس هو نسخة جديدة من خورخي دا سيلفا؟ ليش ما يصبرون عليه؟ أنا لي وجهة نظر حقي. النصر كم مدرب مر على النصر في 5 أو 6 سنوات الأخيرة؟ القضية الآن أنا والله أحترم وجهة نظر زميلي أستاذ محمد الغامدي أنه مدرب يحتاج مدرب أجنبي آخر، لكن كان بودي حضور الاجتماع الشرفي الحالي انه حضروا يوسف خميس مثلا، ماجد عبد الله، الناس الخبراء، الناس اللي يفهمون في كره القدم، الناس اللي يعنيهم موضوع النصر مثل يوسف خميس، لو يعني اسندت له المهمه في الفتره القادمه، لانه عارف بواط الامور ورجل محلل فني على درجه من الكفاءه ولاعب دولي، يعني ما يحتاج. اذا ترى انه هذا الاجتماع الشرفي كان يجب ان يطعم طبيعي رجال فنيين، مع كامل احترام لاعضاء الشرف، الامور الفنيه يجب ان نقيمها فنيين، لاعبين النصر عنده لعيبه دوليين قادرين على تشخيص الامور. نقطه جديده هذه يطرحها ابو تركي، وشبك تهز راسك مؤيد للكلام. انا اتفق معه، لكن انا اتكلم عن الحلول السريعه الان في المدرب، بحكم ان المدرب نال جميع الفرص. طيب ابو تركي يقول لك، انا ابو تركي يقول لك تبغى تجيب مدرب، خذ راي ناس عندهم خبره. مثلا يوسف خميس ليش ما اسند له المهمه؟ يوسف خميس وعلي كميخ مع مدرب لياقه، صدقني والله قادرين انه ينقلون النصر، لانه عارفين ما اي مدرب الان يجي في المرحله هذه. النصر يعاني من نقص عناصر، لازم يعني النصر يواجه نفسه انه ما عنده الاثنين ثلاثه قادرين انهم يكونون في مستوى طموحات النصر. بقيه اللاعبين حاليا من الاثنين ثلاثه اللي من وجهه نظرك؟ هذه انا وكتبتها، انا قلت الهوساوي رغم اخطاء الا انه مدافع له مستقبل، خالد الغامدي الأجنبي اللي هو بينو، البقية مع احترامي يعني ما هم لعيبة مرحلة اللي يحتاجها النصر الحالية، يعني يجب أنه نتخلى عن العاطفة والمجاملة وفلان وحسين وزيد وعبيد. لا، النصر يحتاج إلى شباب فعلا يحترموا الشعار اللي هم يرتدون. ما أشك في خلاص هذا، لكن المرحلة تحتاج إلى تجديد. إشادات كبيرة يجدها خالد الغامدي وبينو في نادي النصر، لأنه خالد الغامدي رغم صغر سنه، رغم حداثة تجربته في النصر، رغم ورغم ورغم، إلا أنه قادر بروحه يلفت الأنظار. صدق لو كان الفريق مكتمل وعلى درجة من الاستقرار الفني حيعطي أكثر. هوساوي أرى فيه أنه مدافع كبير،
بس يحتاج إلى ثقة، يحتاج إلى استقرار مع يحتاج إلى لاعبين دعم في الوسط وفي طبيعي خط وسط النصر يعني. هل هذا خط وسط النصر يعني هل لا يساعد لا الهجوم ولا الدفاع خط وسط النصر؟ فلذلك ما يمكن تلوم مدربين أو تلوم لا، أنا أقول المرحلة الحالية تحتاج إلى فكر وطني يعني يركز على الأمور النفسية ويعالج الأخطاء بنظرة الفنية. ليش دائما الحديث عن خالد الغامدي بالذات في الفترة الأخيرة الروح 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 الروح؟ لاعبين النصر يفتقدون الروح؟ للأسف بعض العناصر لا يعني لا تعطي أي انطباع إيجابي لدى جمهور النصر بصراحة. يعني خالد الغامدي كيف كسب التفافة الجمهور النصراوي؟ من خلال أدائه القتالي والروح العالية. هذا ما كان في الموسم الماضي لأحمد عباس، كان أحمد عباس أيضا يقدم هالروح العالية، الآن يمكن اختفى بسبب الإصابة. مثل هؤلاء اللاعبين حتى لو فيه نقص مهاري أو نقص بعض الأداء الفني للاعب يعوضه في الروح العالية. خالد الغامدي بصراحة من اللاعبين المكاسب اللي نجحت الإدارة، لابد أيضا أن الإدارة نعطيها بعض الحق في كثير من الإيجابيات اللي أوجدها، يعني مثلا تواجد خالد الغامدي عمر هوساوي من الأمور الإيجابية اللي تسجل لصالح الإدارة. يعني هل الإدارة مسؤولة عن هبوط مستوى 6 مهاجمين؟ يعني قبل بداية الموسم كل الأندية تبحث عن مهاجمين النصر، الآن أصبح النصر يبحث عن مهاجم أجنبي يعالج القضية. من هم 6 مهاجمين في النصر؟ سعد الحارثي، مالك معاذ، السهلاوي، ريان بلال، مجموعة كبيرة يعني قادرين على أنه يعني يحدث فارق. نعم أخبرك أشوفك أنت يعني في صف الإدارة شوي. لا أنا ما أحمل مسؤولية جهة واحدة إدارة، أنا أقول النصر يعاني ولكن يحتاج إلى صبر، ما هو بسهولة النصر يعني بين حين وآخر أكثر من كذا صبر جمهور النصر يعني هذا الواقع، هذا الواقع. النصر يحتاج الإدارة أخطأت 100% في الأجانب، هذه يعني ما حد يختلف عليها. لو في أجانب يمثلون العمود الفقري للفريق، لاعب وسط متمكن، مدافع متمكن، مهاجم متمكن، صدقني أنت تشوف أنه الخطأ مشترك مش بس الإدارة؟ عطنا إدارة النصر كم تتحمل نسبة؟ 50% والباقي العناصر على مستوى المملكة، اللاعبين يخذلوا الإدارات والمدربين، اللاعبين هو تكلم عن أحمد عباس زميل محمد، أحمد عباس مو بس الإصابة، أحمد عباس من ضمن النجوم اللي فقدناهم أو هبط مستواهم لأنه ما احترافياتهم خطأ. محمد 50% الإدارة بس؟ يعني 60 لا أنا أعطي اللاعبين 60% جميل من النتائج. العنصر للأسف الإخفاق النصراوي الحالي تحمل إدارة نادي النصر كم؟ من 20-30%. جميل. في اختيار بعض العناصر، يعني مشكلة النصر في الرؤية الفنية في اختيار المدرب والعناصر الأجنبية، قد يكون نجحت قليلا في العناصر. يعني جماهير النصر مخطئة حينما تتوجه لإدارة النادي؟ هذه وجهة نظري. الإدارة هي التي وعدت الجمهور النصراوي وهي التي أطلقت هذه الوعود بأن يتحقق للنصر نتائج وبطولات، وهذا لم يحصل. بس يحضر مشجع النصراوي ويتكلم يقول لك يا أخي أكثر من كذا صبر، نحضر نشجع نأيد ندعم وما في نتائج. أنا فطبيعي يقول لك الجمهور أبغى أعبر عن رأيي. طيب هل هذا مستوى خالد راضي؟ خالد راضي العام الماضي كان نجم وقلنا يستحق المنتخب، هبط مستوى بشكل. طب الإدارة وش تتحمل إذا أنتم؟ أنا ليش أنا أقول لك عملية الاختيار اختيار الأجانب خطأ. الأجانب يصنعوا الفارق في الهلال في الاتحاد في الأهلي، وهذه كما تشوف سووا في الأهلي 60% من ارتفاع مستوى الأهلي فنيا في صناعة اللعب كما تشوف وخلق الفارق وتسجيل أهداف مسافات بعيدة، يعني لاعب له فعالية داخل كما تشوف نهاياته خدم الأهلي، فما بالك لو لاعب في مستوى بينه أفضل وأفضل خدم النصر. النصر يعاني من أجانب أصحاب يعني الحضور المميز. طيب. مثل ما ذكر إذا سمحت لتركي أحمد فيما الإدارة أن أخفقت في الاختيار، ليش إخفاقها في الاختيار؟ بسبب الرؤية الفنية الغير صائبة بصراحة، يعني الرؤية الفنية في اختيار المدرب المناسب للنصر، لأن أنا اعتقادي المدرب القادم للنصر هو المدرب التكتيكي اللي يحتاجه النصر. العناصر الأجنبية الرؤية الفنية، لأن النصر للأسف إدارته عزلت هذا الاختيار في 2 أو 3 هم الذين يختاروا. طيب. وهذا الغلط. أعضاء الشرف والاجتماع الآن المنتظر، طلب من بدر والأمير منصور ومجموعة من الأسماء، ما نبغى نذكر شيء ونسى شيء، معني ذكرت وخليت بعض الأسماء، ممكن أعضاء الشرف نصر يسوون شيء؟ ممكن يقدمون حلول للإدارة؟ أهم شيء يعني هذه كرر أكثر، ما نبغى تشكيل لجان، يضعون الثقة في فيصل بن تركي لأنه رجل خدم وأعطى، يصحهم في الفترة الشتوية يشاركون في صنع قرار اللاعبين الأجانب، بحث عن لاعبين أجانب مؤثرين إلى جانب بينو الموجود، هذا لاعب ممتاز يصنع الفارق. لكن النصر بحاجة 3 لاعبين مع اللاعبين المحليين، صدقني النصر يعني قادر أن يعود، ما راح يأخذ الدوري طبعا لكن في المسابقات المحلية الثانية نفس القصير بإمكان النصر حق البطولة. الوحدة وصل للنهاية العام الماضي، ما هي قضية يعني وصول لأي بطولة محلية. طيب سلمان الحارسي من الطائف يقول لك أنه
لا تستعجلون على خالد الغامدي، موسم ويصف مع الطابور. وشو مطرب هو؟ لا لا لا، خالد الغامدي بالعكس بوادر، لاعب شاب تغييرك. لا يقصد يقصد من الحماس يعني. لا لا، متمكن وشاب ويحتاج لثقة، ويحتاج أيضا أن الفريق استقر فنيا، خط وسط يساعد. وصدقني خالد الغامدي لاعب واعد إن شاء الله. إنه طرحنا كمثل بيروح وكون جام القادسية، ومن أول مباراة لفت الأنظار. أنا عجبني اللاعب اللي يطلع من منطقة ويجي من منطقة وتغير عليه المجتمع والبيئة بشكل عام، ومع ذلك تجده يعطي. طيب قبل ما نروح للموضوع الجاي، فيه بيان صدر اليوم من نادي النصر، أكد لاعب نادي النصر عن تريحي أن الخبر الذي نشره عضو لجنة الإحصاء والإعلام بالاتحاد السعودي لكرة القدم علي الزهراني بيجري. شو حطوا الكاميرا على أبو تركي خلنا نشوف ردة فعله وإحنا نقرأ الخبر. والله بالعكس، أن الحياة الصادر اليوم الاثنين من أنه قدم شكوى لجنة الاحتراف بالاتحاد يطالب فيها بتسليمه مستحقاته المالية، كلام عار من الصحة إطلاقا. وقال: أنا ووكيل أعمالي لم يصدر منا مثل ذلك، وعلاقتي بنادي النصر والمسؤولين به ممتازة، وأجد منهم جميعا كل التقدير والاحترام. وأضاف: للأسف أن هناك من يسعى لإثارة البلبلة على حسابنا، مبينا أنه سيطلب من النادي اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما نشر. وأنا أقرأ هالموضوع أبو تركي، واحد يقول لو صحفي ما هو مشكلة، صحفي عادي مشكلة، بس عضو لجنة إعلام وإحصاء وحتى البيان النصراوي تكلمون عضو لجنة إعلام وإحصاء. تعليقك. شوف يا سيد تركي، أولا يجب يعلم الجميع أنه لجنة إعلام وإحصاء تضم محررين غير متفرغين، يعني هم في الأصل محررين في صحفهم ملتزمين بعمل آخر. إيه نعم طبيعي، هذا العمل تطوعي في لجنة الإعلام والإحصاء. علي الزهراني محرر متفرغ في جريدة الحياة، يعني لجنة الإعلام والإحصاء ما لها دخل في إنه نشر خبر أو خبر صادق أو غير صادق. أنا حقيقة يعني كنت أربع بالإخوان في نادي النصر، بالذات الناس المعنيين اللي حمود العصيمي، علي حمدان، إعلاميين يعرفون إنه ما لها دخل لجنة الإعلام والإحصاء في إنه صاحب في جريدة الحياة قال والله اللاعب له مستحقات وما له مستحقات. أحترم وجهة نظر، أحترم وجهة نظر، لكن علي الزهراني بريء ولجنة الإعلام والإحصاء بريئة. تقدر تفصل انت بين الموضوعين؟ والله هو الان مثل هو مثل موضوع الان المتحدث الرسمي في الانديه، اذا تحدث في تويتر او تحدث في مكان ثم تحدث في قال انا هي فيها اشكاليه وفيها جدل. طب لجنه الاعلام والاحصاء من وين تجيب اعضاء اذا ما كانوا اعلاميين وصحفيين وعندهم عمل مسؤول؟ يعني انا اذا سافع الاعلام والاحصاء ما اكتب ما مشكله. انا اتفق مع احمد، عمليه الفصل هذه انها مطلب، لكن يعني يبقى هذا خبر لاعب، يعني مو خبر مثلا في خاص منتخب يعني يحسب على لجنه الاعلام والاحصاء، لكن هذا خبر لاعب في نادي، صحيح مو صحيح هذه مو قضيه. لا وبس نادي النصر برضو يا تركي واحمد، موضوع انه تكرر عليه الموضوع، يعني بينه قبل مده ذكر عليه انه يعني استخدم اساءات على اللاعبين وما قدموا مستوى، وانه في احد الزملاء اخذ لها من تويتر حسابه الشخصي وذكر انه هذا اللاعب قال كذا، بعدين نفى اللاعب. فمثل هالاشياء تكررت، نادي النصر من مبدا انه يعني ينفي هذا الشيء. بس النصر ما قال انه بس صحفي بصحيفة الاتحاد، يحاول بطريقه اخرى انه يعطي الصبغه الرسميه، ترى لجنه الاعلام والاحصاء. والله انا حقيقه ممكن تفهم منه يحاولون يبينوا مثلا انه والله لجنه الاعلام والاحصاء ضد النصر. اي يعني ممكن، لا ربما اخذوا من اخذ، لكن ان شاء الله ثقتي بالاخوان في نادي النصر. ممكن تكون هذه رساله غير مباشره حاولوا تمريرها من خلال البيان. والله ما اقدر يعني اقول لك لا لا، فعلا انها والله لجنه الاعلام والاحصاء لا حظ. انا فهمت كذا، انا فهمت انه من هذا البيان لا ترى جماعه الخير، ترى لجنه الاعلام والاحصاء فيها ناس تستقصد. خلنا ناخذ الامور بحسنيه، ان خلنا نشخص الواقع بمبدا انه يا جماعه هذا محارب جريده الحياه، لجنه الاعلام والاحصاء ما لها دخل فيه. لو كان الخبر مرتبط منتخب انا معك، لكن لاعب في راح النادي شكى النادي هذا يرجع جريده الحياة. المنتخب الأولمبي السعودي، الحظوظ، الفرص، الأمال، طموحات، نجاح، الإخفاق في التقرير التالي. يبدو أنه مقدر لنا هذه السنة خوض لعبة الحسابات من جديد، مكتوب أن نسلك الطريق الأصعب، لأننا ببساطة شديدة أضعنا خارطة الطريق الأسهل منذ زمن طويل، تلك الخارطة التي كنا نعرف كل تفاصيلها الدقيقة. ها نحن اليوم أيها السادة نعيد إخراج الحاسبة من جديد لضرب الأخماس في الأسداس في محاولة مضنية للبحث عن بصيص أمل يؤهل منتخبنا الأولمبي لأولمبياد لندن 2012. من جديد نمارس لعبة الأمنيات من أجل البحث عن بقية نور في آخر الكهف. لم يكن منتخبنا الأولمبي بأفضل حال من المنتخب الأول بعد إن اختار أضيق الطرق وأشدها وعورة للمرور للمرحلة المقبلة حين خسر بالأمس من المنتخب الكوري الجنوبي
بهدف دون مقابل. والقصة أيها السادة لا تبدأ من هنا، فقد استفتح المنتخب الأولمبي مشوار تصفيات المرور نحو الأولمبياد بتعادل مخيب على أرضه بهدف لمثله أمام المنتخب القطري، ثم غادر لمسقط وعاد من هناك خاسرا بهدفين دون مقابل، لتصبح المحصلة بعد لقاء الأمس أمام كوريا الجنوبية نقطة واحدة وهدف واحد فقط ومركز أخير، وهي المحصلة التي لا تنبئ عن منتخب قادر على التأهل للأولمبياد العالمي. التمسك بالأمل رغم تضاؤله هو الخيار المتبقي اليوم لجماهير الأخضر في مبارياته الثلاث المتبقية. ترقب وتفاؤل وشيء من دعوات، فما بين غمضة عين والتفاتتها يبدل الله من حال إلى حال. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. طيب، ماجد القحطاني في بداية التقرير يقول: يبدو أنه مقدر علينا هذه السنة خوض لعبة الحسابات من جديد، مكتوب أن نسلك الطريق الأصعب للمراحل المقبلة، لأننا ببساطة شديدة أضعنا خريطة الطريق الأسهل من زمن طويل، تلك الخريطة التي كنا نعرف كل تفاصيلها الدقيقة. ها نحن اليوم نعيد إخراج الحاسبة من جديد لنضرب الأخماس والأسداس في محاولة مضنية للبحث عن بصيص أمل يؤهل منتخبنا الأولمبي، من جديد نمارس لعبة الأمنيات من أجل البحث عن بقية نور في آخر الكهف. أبو تركي، نسيت من أين تبدأ محمد، لكن لابد الواحد يواجه الحقيقة. والله فعلا ملينا من حكاية الحسابات والأمنيات، لأنه من سنوات ونحن نعاني، وكم بقي من فرصة، تعادلنا خسرنا، المنتخبات تمر بمنعطف صعب وخطير، لكن نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى عمل، يعني عمل طويل، ونشخص الواقع بواقعية بمنطقية، ومنح المختصين هذه تحت 1000 خط هم من يشخص الواقع ويعالج الأوضاع. من اللي قاعد يشخص الواقع الحين؟ والله للأسف الآن اليد الطولة للإعلام، ومنهم على منابر الإعلام بجد، يعني هذا أنا أحمل جزء مسؤولية ما يحدث للرياضة السعودية، والله الإعلام من يشخص الواقع هو الإعلام. يعني يسكتون؟ طيب لا، ما يسكتون، نبغى تشخيص منطقي فيه نفس وفي حس وطني. يعني إذا فاز المنتخب، المنتخب وهللوا، إذا خسر 180 درجة كما هو حاله مع الأندية. طيب إذا سكتوا عن المنتخب ولما ينتصر قالوا أنتم ما تبون ترفعوا معنويات اللاعبين وفقط سوداويين، لا خلينا إذا فرحوا بالمنتخب قالوا أنتم تبالغون. خلينا نقول يوسف عنبر لما فاز مباراة منتخب الأمم، أنا متأكد 7 صحف ما في أحد انتقد يوسف عنبر، بصرف النظر عن وجهة نظري أو رأيي الخاص بالمدرب الوطني، وجهة نظري قال عليهم سوداويين اللي ينتقدوا وقت الفرح. نعم، لا هذا وقت الفرح، وقت الفرح ما ينقل عن سوداويين. أنت لما يفوز المنتخب وفي أخطاء شخص الأخطاء، لكن لما يخسر المنتخب اللي بأصل له أنه أنا أثق في كل الأقلام وكل الأصوات الإعلامية، لكن يجب أن نقف مع المسؤول للوقوف على الخطأ. أبو تركي، يعني ما نبغى تكرار الحزائن، يعني إن شاء الله مع عام الجديد نجدد الأمنيات إن شاء الله تزول الغمة. سنتين عشناها حقيقة كلها مزعجة جدا. ابو تركي، طيب انت عضو لجنه الاعلام والاحصاء ونائب رئيس لجنه الاعلام والاحصاء، ما تحس انه الاعلاميين ممكن يضايق لما يخرج نائب رئيس لجنه الاعلام والاحصاء ويحمل الاعلام بدل ما تدافع عنهم؟ انت صوتنا في اتحاد القدم. انا صوت للحق، انا ماني محامي اولا، هذه انا اللي دائما رساله اوصلها للجميع، انا ماني محامي، انا اطالب باعلام، انا جزء من الاعلام، ولكن اطالب الاعلام يعني توضيح الصوره للمسؤول، ما نبغى تطبيل زائد وحجب الحقيقة بمجاملات، ولا نبغى أيضا قسوة في النقد. أنتم سبب المشاكل. لا، أقول أنا جزء من المشاكل. طيب أنتم سبب جزء من المشاكل، عشان نكون دقيقين زي ما يقول أبو تركي. يعني أبو تركي معنا في المركب، يعني هو إعلامي يبقى أستاذ لنا، لكن قضية أنه تحميل الإعلام بصراحة، يعني أنا أشوف أنها يعني من الصعوبة بمكان في ظل هالنتائج. لكن أنا في رأيي بصراحة أن الأمير نواف بن فيصل حمل تركة ثقيلة بصراحة، والآن لم يكمل العام الأول في تنصيبه كرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذه حقيقة واقعة. الرجل يعني الآن العمل اللي يقدمه في فرق السنية لكرة القدم بأمانة أقول لك عمل إيجابي، لكن هذا يحتاج وقت، يعني من 2 إلى 3 أعوام بصراحة حتى تظهر النتائج. هذا حكم لا حقيقة يا أبو تركي، يعني أنا قد أنتقد في بعض الأشياء. إذا تكلمنا عن المنتخب الأولمبي الآن، أنا في رؤية العناصر اللي موجودة في المنتخب الأولمبي أفضل من العناصر اللي موجودة في المنتخب الأول كعناصر بالنسبة للسن، لكن إشكالية قد تكون في بعض الأشياء اللي يمكن اشتكى منها يوسف عنبر في عملية الإعداد السابق،
بعض اللاعبين بعض المراكز، لكن بشكل عام يمكن تهون في ظل النتيجة اللي حصلت أمام اليوم أو أمس عمان. بين عمان وقطر قطر كان لها يمكن أثر وخففت بعض كده، لكن بشكل عام المنتخب يعني يحتاج الكثير حتى يصل بصراحة. يعني منه بن فيصل وجوده في هالفترة يعتبر خلنا نقول سوء طالع أنه يتولى قيادة الدفة في هذه المرحلة الحساسة، في هذه المرحلة المتزامنة مع هبوط في مستويات إخفاقات. لا أنا أعتبره إنقاذ يعني بأمانة، لأنه العمل اللي قدمه الآن في كافة المجالات بصراحة هي حتكون، بس إشكاليتها في نتائجها لن تكون في يوم وليلة. أيوة جميل، هذه بصراحة هي النتائج. النتائج تحتاج صبر وتحتاج وقت. المقياس عند الإعلام والجماهير بشكل عام هي النتائج. الآن جالسين من حال 6 شهور في عمل في القطاعات السنية، صحيح، بس تحتاج إلى صبر، محتاج إلى كوادر تدريبية. أنا أختلف تماما مع أنه الأجهزة الوطنية تكون بشكل عام مشرف على القطاعات السنية، مع احترامي للجنة اللي شكلت ورأت أنه القطاع السنية أو لأنه في آراء تتحدث أنه لمنه بن فيصل يعني يأتي في هذه المرحلة الحساسة وهذه المرحلة اللي فيها هبوط مستويات ويطالب بنتائج سريعة. مطالب هو، لكن المرحلة الانتقالية هذه يعني الهبوط ما هو بس مسؤولية نواب بن فيصل، مسؤولية الأندية، مسؤولية اللاعبين. يا جماعة فكر اللاعبين الاحترافي ضعيف جدا بسبب الأندية وتطبيق الاحتراف، هذه يجب الوجهها. تطبيق الاحتراف في الأندية قلنا أكثر من مرة إذا طبق النادي تمرين صباح يوم في الأسبوع هللنا وصفقنا، هذا شيء طبيعي. اتحاد القدم نفسه يقول لك خليه هو يطبق الاحتراف أول. مطبق الاحتراف بالعكس، مطبق. ما في ناس متفرغين؟ طيب لا بالعكس، الأكثر المقايمين المشرفين على المنتخبات المدرب الوطنيين يحظون بدعم لا محدود. اسأل خالد يعني هذا كلام مو صحيح اللي أبداً اللي يروجون أنه مو مفرغ. صحيح أنه مو التفرغ اللي نطمح فيه، ولكن أقول لك قضية هبوط مستوى اللاعبين تتحملها الأندية 100%. طيب فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث بالبرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. موقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تبعا أحمد المصبيح ومحمد الغامدي هم ضيوف الحلقة. أبو تركي، كل ما نتكلم معك عن هبوط مستوى اللاعبين، عن الكرة السعودية وبعض المقالات اللي احنا نتابع لك، انت كاتب من الكتاب المميز، نتابعك من قبل يعني برنامج كورة ولازم نتابعك، دائما تتحدث عن الفكر 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 الاحترافي الفكر الاحترافي الفكر الاحترافي. أتحدث عن لأنه من معاناة اللاعب السعودي كيف كان وماذا الآن، كيف حاله الآن بعد الاحتراف بعد الملايين بعد العقود. اللي أوصل له أنه اللاعب السعودي 90% من اللاعب السعودي لما جاءتهم مقدمات العقود تعاملوا يعني جاتهم مثل اللوثة، ردة فعل جاءتهم سلوكيا غير منضبطين، الاحتراف ما يطبق بكل أصولة. بارك الشيء هذا أنديتهم لم تطبق عليهم الاحتراف الحقيقي. مثلا أطرح مثل خالد البلطان، وش سوى مع خالد العزيز لما جاء منتقم من الهلال؟ قالوا أعطيك راتب شهري فوق 50,000 ولكن آخر الشهر بدون غياب تأخذه كامل. هذا نوع من أنواع التقويم. لكن لما تعطي اللاعب 10 أو 8 مليون خلاص، يعني بالذات وعيه الحالي اللاعب السعودي وعيه الحالي، مفترض لما أعطيك 10 مليون تبذل جهدك في 4 سنين عشان إن شاء الله تبحث عن عقد أفضل. لكن 70 جل معظم نجومنا كلهم تفكيرهم للأسف قاصر. أكرر، وين نجوم 2007 اللي كانوا بالملايين بال 15 20 مليون؟ ما في لاعب الآن استمر على مستواه. حنعاني مهما جبنا مدربين إذا ما طبقنا الاحتراف الحقيقي. عالجنا موضوع سقف اللاعبين، مقدمات العقود، اتفقت الأندية كيف تتعامل احترافيا بمباركة اتحاد القدم، كيف نتعامل مع لاعبينا وعقلياتهم، كيف نعطيهم الملايين وكيف تصرف عليهم، كيف نقومهم. يا أخي نضعهم برامج احترافية في تطوير فكرهم. معقولة حنخسر النجوم؟ أنا عندنا جيل صاعد أولمبي وشباب وناشئين حيمشوا على نفس طريقة لعيبة المنتخب الأول إذا ما تتعامل معهم باحترافية بمعنى الكلمة. الإداري يكون محترف، العاطفة تزول، تطبيق النظام معنى الكلمة. مهما جاء أي جهاز تدريبي أطبق التمرين الصباحي إجباري مهما كانت الظروف. والله اللاعبين جو رئيس النادي قال والله التمرين الصباحي تعبنا، لا، اللاعبين 80% منهم يسهرون حتى الصباح، فلذلك لا تنتظر منهم عطاء مهما أتيت بأجهزة تدريبية لا للنصر ولا الهلال ولا المنتخب، طالما هذه سلوكياتهم ما راح تكسب. تمرين الصباحي، تمرين صباحي ضروري حتى تحد من ظاهرة السهر اللي هي مشكلة كل اللاعبين. واسأل أي رئيس نادي يعطيك يقول لك بس بعض اللاعبين يروحون مواصلين للأسف.
تمرين يجون من الظلال الشمسية سود ويقعدون طعام ركب يقولك والله أنا ما أقدر أبغى مسبح أبغى 10 دقائق حتى ينوم بسم الله عليه الشر. فلذلك المطلوب إنه نطبق الاحتراف الحقيقي على اللاعبين حتى نخسر. أنا أعطي فلذلك لازم يكون فيه عطاء مقابل ولا لا أستاذ محمد؟ بالعكس كلامك صحيح وأنا أقول الهدر المالي بصراحة اللي قاعد لا تقدمه الأندية للاعيبة هو السبب صراحة وهذا تأكيد. يعني أنا في رؤيتي ما في لاعب يستحق مليون ريال في السنة بصراحة. صحيح. ما في لاعب يستحق وبدليل جميع اللاعبين الآن شوف مستوياتهم. هل ترى لاعب من اللعيبة مستوى ثابت في 3-4 مباريات 5 مباريات؟ طيب اللي يحققوا قليل أو نادر أن تجد لاعب سم يحققوا الإنجاز عادي. مسك جوالك أبو تركي. لا اللي يحققوا الإنجاز للكرة السعودية كانوا يتمرنون تمرين صباحي. منهم الثمانينات والتسعينات اللي حققوا الإنجازات للكرة السعودية كان طبعاً يأخذون معسكرات لمدة شهر شهرين كنا نعاني معسكرات طويلة لكن المدربين كان عندهم خبرة الإداريين في ذاك الوقت يعرفون اللاعب السعودي يحتاج المعسكر طويل حتى يكون فيه انضباطية نوم صح أكل صح يعرفون أنه راح يعطيه في المناسبة الفلانية. الآن العالم تشتكي معسكرات طويلة بالذات اللاعبين لأنه ما يبغون انضباطية. تركي أحد الأندية بس أحد الإداريين كان بيطبق معسكر اليومين وجد غضب كبير من اللاعب طبعا وعاد إلى اليوم وراح اللي هو نادي الهلال أذكر لا نادي النصر الآن والهلال الموسم الماضي كان عنده كان الكابتن قبل أحد المباريات كان عنده بعد كان في واسطات يروح الناس يروح الرئيس ناس يروح لمدير الفريق تكفى ما نبغى التمرين الصباحي يعني كان الكابتن علي فكر كميخ عاطفي علي كميخ هذا الموسم كان يريد تطبيق يومين للأسف كان هناك انقسام من اللعيبة ومطالبات واتجهوا إلى اليوم الواحد وهذا يعني تأكيد على المؤتمر الصحفي المنتظر لأسامة هوساوي خرج اليوم وكان في مواجهة مباشرة مع الإعلام. الخبر اللي جانا من مركز الإعلام الهلالي راح نقرأه كما هو. أكد أسامة هوساوي مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم على أن طموحه بالاحتراف الخارجي هو الدافع له في خوض تجربة احترافية في أوروبا قائدا أنها ستتضح ملامحها في الأسبوعين القادمين يعني إلى الآن ما أخذ القرار النهائي وذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقده عصر اليوم الاثنين مبينا أنه لن يجدد عقده مع الهلال ليكون لاعبا حرا كأحد شروط الأندية العديدة التي تفاوضه موضحا بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية سيكون خياره الوحيد توقيعه مع نادي الهلال وهو الحال ذاته مع في حال أنهى احترافه الخارجي عائدا إلى الدوري السعودي قائلا اتفقت مع إدارة النادي بالعودة إلى تمثيل الفريق في حال انتهت فترة احتراف الخارجية وهذه بادرة مني نافيا الحديث الصحفي التي راجت حول عدم راحته في النادي مشيرا إلى أنه يلقى وزملائه معاملة مميزة واحترافية من قبل الإدارة الهلالية وكشف هوساوي بأن الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة النادي قدم له عرضا يعد الأعلى متحديا بأن يقدم أي نادي سعودي العرض ذاته ومقدما شكره وتقديره لرئيس النادي وأعضاء شرف النادي والجماهير وخاصة بالشكر عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسن نجور على وقفاته الشخصية مع أبو تركي. أولا يجب أن نتفق أنه النجم هوساوي هو أفضل لاعب سعودي في 4 سنوات الأخيرة يعني لاعب يستحق التقدير والاحترام يستحق أيضا أن نقدر رغبته الشخصية لاعب أعطى من حقه يعني مثل أي لاعب أجنبي والله أنا ما ارتحت أبغى أنتقل نادي ثاني خارجي داخل هو حر ويكفي أنه بعد 6 شهور بإمكانه يروح لأي نادي لو كان يبغى أنه يكون جسر أو زي ما تردد في الإعلام بيت القصيد الموضوع يجب أن نحترم رغبة أسامة طالما المسألة رغبة أنا أقول كيف سيعاني أسامة عن فريق كامل ولكن يجب أن نحترمه خاصة أسامة هوساوي قدم نفسه بشكل جميل حتى آخر مباراة ما في تخاذل ما غاب عن تمارين رجل محترم يعني جاء في المؤتمر وتكلم بكل شفافية أريد أن أرحل أعطيه الحرية. طبعا بلا شك أسامة هوساوي نموذج بصراحة اللاعب يعني أدلل لك في موضوع الخسائر اللي تلحق سواء في المنتخب أو نادي الهلال في أي مباراة يعني ينبري أسامة هوساوي لوحده أمام الإعلام ويتحدث عن الهزيمة بروح رياضية واضحة ما يتهرب عكس بقية اللعيبة اللي بصراحة في الهزائم ما تجد أي لاعب هذه نقطة. النقطة الثانية يعني هو ذكر من جزئية من أنا قرأت المؤتمر وتابعته كان يتحدث عن ضعف التسويق للاعب السعودي وهذه يمكن سبب يقول ضعف التسويق للاعب السعودي في الخارج مما جعله يتجه إلى أن يكون مدير أعماله هولندي الجنسية يعني أجنبي فقد يكون له أثر أنه في هالدور الشركة هذه استطاعت أن تسوق مثل اللاعب أسامة هوساوي وقد ينجح إن شاء الله كونه لاعب صراحة يعني قادر على الالتزام
ويمكن هو من اللاعبين القلائل اللي أنا ذكرت قبل قليل أنه اللاعبين لا تجد فيهم مستوى ثابت، هو من الندرة اللي تجد مستواه يعني ثابت في مستوى، إن لم يكن تصاعدي فهو مستوى ثابت. والأمنية أنه يحترف خارجيا، نتمنى، لأنه نموذج جميل لما يحترف أسامة وينجح حيأثر، حينعكس حتى على اللاعبين السعوديين بشكل عام، يصير فيه شجاعة. يعني كل اللاعبين اللي احترفوا خارجيا مع احترامي يعني أقول لهم فشلوا، لكن أسامة ربما يغير الصورة ويعطي الثقة في اللاعب السعودي أنه يحترف وينجح. أسامة مؤهل، وأتمنى، وهذه رسالة شخصية، أتمنى أن يحترف خارجيا، يرجع الهلال ما يرجع الهلال، حتى لو أنا أتمنى يحترف سنتين ثلاث سنوات، ولكن عايدها يكون على المنتخب الوطني. على فكرة أسامة هوساوي أشاد بفكرة احتراف اللاعب الاتفاقي عبد الله الحافظ اللي هي لاعب منتخب الشباب اللي لعب في كأس العالم في كولومبيا، احتمال أنه يتجه إلى البرتغال، وكان فيه يعني قد يكون شبه اتفاق مع الإدارة الاتفاقية في اتجاهه، وكان يمتدح التجربة. نتمنى أنها تتواصل ويكون مثل هاللاعبين، بحكم أنه أسامة هوساوي يمكن الآن عمره 26-27 سنة، لكن اللاعب عبد الحافظ الآن صحيح. 20 سنة 21، فهذه يمكن لها أثر إيجابي أكثر. نتخلى من العاطفة ونبارك احتراف الخارجي، لعلها وسيلة تجعلنا نتجاوز هالنفق المظلم في فكر اللاعب السعودي لما يحترف خارجيا إن شاء الله نشوف الالتزام، بيعطي الالتزام اللاعب. وهذه شباب يسمحوا لي بس، وأنا شوف المؤتمر الصحفي وشاهد يعني، بس أكدوا لي اللي أنا شفته صح، الأستاذ عادل عصام الدين صحيح حاضر. إيه موجود كان حضر يعني واحد، خلينا نتوقف، كان كبير يعني ممتاز صراحة. خلينا نتوقف هنا، اسمحوا لي أنا والله توني أشوف اللقطة وأحب أعلق عليه. عادل عصام الدين يعني خبرة صحفية خلينا نقول مخضرم إعلامي مخضرم ومدير القناة الرياضية، ومع ذلك يجد في نفسه أنه يبغى يجلس بين الصحفيين وبين الإعلاميين، مع أنه واحد زي عبد العصام الدين في مكان مثل هذا يقدم يعني، أو على الأقل ينحط في الصف الأول. الرجل جالس بين الصحفيين في مكان عادي، هذه الصورة إيش ممكن ناخذ يعني؟ والله العظيم صورة جدا جدا مؤثرة وتستحق التعليق. واحد زي عادل عصام الدين في أي مكان يقدم يعني، رجل مخضرم ومع ذلك بين الصحفيين وجالس، إيش ممكن نقول عنها أبو تركي؟ بالعكس هذا ينم عن فكر عادل عصام الدين، ما وصل المكان اللي هو فيه لأنه يستحق تاريخ مشرف، رجل أعطى الإعلام نزيه متزن. حضوره أنا وجهة نظري الشخصية، أنا كنت عندي خبر إنه يروح إنه مع زميلين كانوا يتصلون تلفوني قالوا معنا الأستاذ عادل وطالعين نادي الهلال، لأنه عادل وجد أنه لابد يقب بنفسه على حقيقة أفضل لاعب سعودي، كان التساؤلات تدور حوله، كان لازم أحضر المؤتمر الصحفي لأنه كاتبه كاتب شبه يوم. بس ليش يعني ليش جلس هنا؟ هذا هو عادل عصام الدين يعني، ليش ما طلب البرستيج اللي ممكن يطلبونه بعض الصحفيين؟ هذه رسالة لصحفي المكاتب، من يرى في أنفسه أنه خلاص يجب أنه ما عاد يتجاوز المكتب، الصغار هم من يتجون، يجب الصحفي مهما كان عمره يحضر. أنا أول واحد مقصر أنا قد الحين يعني، بالعكس أنا أول مقصرين أول الكسولين في حضور، بالعكس يجب الصحفي مهما كان عمره يحضر مناسبات، مناسبة هوساوي أو مؤتمره تحتاج إلى من يسمع ويرى بنفسه آهات وتعبير النجم هوساوي، لأنه الوصول للحقيقة، لأنه كاتب زي عادل عصام الدين يريد أن يصل للحقيقة. ولا وغير كذا عادل عصام الدين هو صحفي، ولذلك عاد إلى الموقع الأصلي بصراحة، يعني متابعته وتواجده مع أفضل لاعب صراحة خلال الثلاث سنوات القادمة تعطي هذا. مو مشكلة الجانب. أنا أتكلم أنه الرجل ما طالب بالبرستيج اللي يعني، رجل مدير قناة رياضية سعودية ناقلة للدوري، جلس بين الصحفيين، ما راح يعني حتى ما جلس في الصف الأول، دخل مع صحفي واضح له دخل واخذ موقع عادي كأنه صحفي. يا ساتر كلو البس بشكي، ليش البس بشكي؟ خلي يجي كذا بطبيعته. وأنا أقول لك كذا هذا النوع من التواضع، هذا النوع من خلينا نقول محمد رجع لطبيعته الصحفية. هذا الإعلام الحقيقي، الإعلام الحقيقي من يباشر عمله بنفسه، مدير قناة رياضية لما يتكلم مع ناقد أو مسؤول أو إلى آخره يقول أنا حضرت المؤتمر وسمعت هوساوي يتحدث. لقطة تستحق التحية بصراحة، أنا أول مرة أشوفه كان لازم نتوقف عندها ونتكلم، لأنه هذه رسالة لنا إحنا، حتى إحنا الجيل الشاب من الإعلاميين، إنه شوف واحد مثل عادل عصام الدين بكل بساطة جالس في أي مكان ياخذ المعلومة وخلاص. لما لا يعرفه إعلامي رياضي يعشق الرياضة، فلذلك حيعمر لأنه يعشق العمل ويطور نفسه، وهذا مو ما اعتبرها بادر، هذا واجب اللي سواه. بعدين ابو لما غريب عليه مهني احترافي يهتم بالشان العالمي، عمليه احتراف اللاعب خارجيا ايضا جعني لها جعني تدغدغ كثير مشاعره كثيرا. بينه لاعب النصر تكلم لمحمد الشهراني، خلينا نشوف ايش اللي قاله بينه بعد مباراه الهلال وبعد الطرد. متابع أه
الكولومبي اخوان بينو رحب بك عبر برنامج كوره. المباراه الاخيره الديربي امام الهلال قدمت مستوى رائع ومذهل، الجماهير النصراويه استبشرت خير ببينو، لكن في نفس الوقت عتبت على بينو لماذا اخذ الكرت الاحمر. فيما يخص المباراه اعتقد انها كانت مباراه شيقه، حاولنا التسجيل في اكثر من مناسبه، استطعنا خلق اكثر من 5 أو 6 فرص للتسجيل، لكن لسوء الحظ لم نستطع ترجمه هذه الفرص لاهداف. النتيجة كانت مجحفة، 3 أهداف لصفر كانت مجحفة في حقنا لأننا لعبنا بمستوى جيد جدا، كنا نستحق أن الفوز. فيما يخص الكارت الأحمر أعتقد أنا أعتذر لجماهير النصر بسبب الكارت، كنت مندفع خلال المباراة، كنت أريد أن أؤدي أكثر، أن ألعب، أن أسجل، لكن يعني لسوء الحظ تم طردي وأعتذر مرة أخرى لجماهير النصر. أخوان بينو ظهر عبر صفحته الشخصية في تويتر وانتقد زملاء اللاعبين، قال هناك بعض اللاعبين متخاذلين ولا يساعدون الفريق. عند سؤالي عن لماذا لم يتعاون مع زملاء أو يمر الكرة إلى الأمام أو للمهاجمين، قال عندما أجد المهاجم الذي يذهب إلى المرمى ويتجه للمرمى في تلك اللحظة سأمرر لها الكرة، لا يوجد مهاجم لدينا. ما مدى صحة هذا الكلام؟ فيما يخص الخبر الذي طلع في جريدة سعودية أنا مستاء جدا، مغتاظ جدا من الخبر لأن ليس له أساس، أي أساس من الصحة. خبر يسيء إلى صورتي كلاعب في نادي كبير، سبق وأن يعني طلعت أكثر من إشاعة أنه تم القبض علي بسبب الوشم في جسمي، لكن هذه أشياء خاطئة ليس لها أي أساس من الصحة. تكلمنا مع المسؤولين في النادي، في أنا لم يعني أكتب أي شيء، أي خبر، أي تعليق أو أي مقابلة صحفية على صفحتي الرسمية في تويتر. تكلمنا مع المسؤولين في النادي، تم التحدث مع الصحيفة المسؤولة، تم توقيف الصحفي المسؤول، وسيتم نشر اعتذار غدا إن شاء الله في نفس الصحيفة، لأن هذه أشياء تسيء إلى سمعتي كلاعب وكشخص. بينو اللي كانوا جماهير النصر منزعجين منه في أول كم مباراة الآن أصبح حبيبهم. اللاعب الأجنبي لا تحكم عليه من أول مباراة ثاني مباراة، لأنه يتأقلم على الأجواء، لكن بشكل عام بينو لاعب متمكن، لاعب تصاعد مستوى مباراة هلال النصر، كان اللاعب أعتبر اللاعب رقم واحد، لكن يده واحدة لا تصفق، كان في خط الوسط النصراوي وفي خط المقدمة كان يسدد ويصنع. يعني أذكر من أحد الكرات تعب في كورة يعني تجاوز أكثر من لاعب، لما وصل خط 18 يعني عكسها زميله الكابتن مالك معاذ، يعني لاعب زي مالك معاذ مفترض أنه ينهي الهجمة، فصوف في المعارض يعني بعد 3 كيلو على المرمى، أصيب بإحباط، جت اللقطة على بينو، يعني شو بني يسوي أكثر من كذا، صنعت سددت، لكن اللاعبين غير يعني ما كملوا أو ما استثمروا جهده. بمعنى آخر أنه بينو لاعب مميز ولكن يحتاج إلى عناصر أخرى تساعد على البروز. لاعبي الهلال الأجانب الحاليين فيهم واحد يمكن ربما، ولكن اثنين حتى الآن ما أعطوا العطاء اللي يستحق أنهم يلعبوا أجانب في الهلال قياسا بالأجانب الآخرين. لكن في لعيبة محليين ايضا رفع المستوى وخلق الفارق. فلذلك هنا المعادله في النصر، اللاعبين المحليين ما يساعدوا اللاعب الاجنبي على انه يقدم نفسه بشكل جميل. محمد طبعا بينه يمكن هو اكثر المقبولين من جماهير النصر بالاربع الاجانب او الثلاثه الاجانب اللي كانوا في النصر او اللي لا زالوا في النصر. بينه بدايته مع الفريق التركي كانت الموسم الماضي يعني بصراحه لم يكن أداؤه بالصورة الإيجابية، وما جعله مدربه التركي فاتح دريم يضعه في الفريق الرديف، ولذلك حضر للنصر ما كان بذاك التأهيل اللياقي أو الفني. صحيح صحيح. وهذا السبب اللي جعل أداؤه في المباريات الخمس الماضية أو المباريات الخمس الأولى سبب في يمكن عدم القبول، لكن بعد تطور مستواه اللياقي والفني ظهر بصورة إيجابية. يعني أنا برؤيتي أنه بينو قد يكون هو الأفضل، ولكن يحتاج النصر إلى تغيير أكثر من عنصر في الفترة الثانية، يعني لا يقل عن 3. طيب خلينا نشوف بينو. خلينا نشوف بانوراما الجولة لبرنامج كرة. ماجد القحطاني شوف توقف عند إيش واختار إيش وأبرز أحداث الجولة بوجهة نظر ماجد. يا
تنافس الزميلان على الهدف الأجمل. تقليد أم في فمه ماء؟ الزين ما يكمل تعادل يساوي تأشيرة خروج نهائي. خمسة أهداف في 35 دقيقة. عبد الملك الخيبري عرضية أمام المرمى تمر خطرا جدا ودبك أمام المرمى والهدف الشبابي الثاني. هدف شبابي ثاني يحتفل به الشبابيون بتقدمهم على هدر. وبعد سعادة أيضا هنا من المدرب الشبابي لناصر الشماني. حلو والمهارة حلوة جدا. يا سلام يا سلام يا عبدالله يا تارة يا ولدي يا لاعب. حلوة حلوة من يا تارة انطلاق الهجمة وحلوة أيضا من أحمد الطيب والشباب الثاني. الشباب
شكرا أيمن، شكرا ماجد، فقرة مميزة. لا أنا أحب أنا أقدم برنامج بس والله أحب هالفقرة، فقرة جميلة، فقرة بانوراما كل أسبوع. ترسي أنا ما بالغ إذا قلت إن هالفقرة من أفضل فقرات البرامج الرياضية بأمانة. أنا أهنيكم على هذه، أحس عالي عن ماجد جدا، أحس عالي بصراحة جدا. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر على الشاشة تبعنا أحمد المصبيح ومحمد الغامدي هم ضيفا هذه الحلقة. التقرير التالي يتحدث عن الاتحاد قبل الديربي. قبل أيام من المواجهة الكبيرة التي تجمعه بشقيقه وغريمه التقليدي النادي الأهلي، يعيش الاتحاد أوضاعا وظروفا صعبة قد تجعله في موقف حرج أمام منافسه. ولعل الأحداث الأخيرة التي هزت الكيان الاتحادي وتسلسلها قد أدمج جراح الفريق، فالخروج من البطولة القارية في الدور النصف النهائي أمام تشومبوك الكوري ثم إعفاء حسن خليفة وحمزة إدريس مساعدي المدرب ديمتري والتقلبات الإدارية المختلفة في الفريق وفقد الفريق لعدد من النقاط السهلة في بطولة الدوري كالخسارة من الفتح في جدة أمام أعين الجماهير الاتحادية بهدفين لهدف ثم التعادل مع نجران، إضافة للمستويات الهزيلة للفريق والتي أطاحت برأس من كانوا يسمونه بالداهية ديمتري. كل هذه العوامل قد تجعل من الاتحاد صيدا سهلا للأهلي في قمة الجولة 11 مساء الخميس. هذا هو حال الفريق الاتحادي قبل لقاء الأهلي، توقف لم يكن في صالح الفريق، فبعد ثمانية القادسية عاد ليفقد 5 نقاط في لقاءين. مباراة الأهلي ومداواة الجراح ووقف نزيف، فما سقط من النقاط ليس هينا، وربما يكون العلاج من خلال نقاط الأهلي الثمينة، فالانتصار إن تحقق سيضرب العديد من العصافير بحجر واحد. 3 نقاط: الفوز على الجار في قمة الغربية، رد الاعتبار لخسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، والتقدم خطوة مهمة في طريق المنافسة على لقب الدوري، والمهم هو إعادة هيبة الفريق التي فقدها في الآونة الأخيرة. إذن الاتحاد في مفترق الطريق بين ظروف صعبة تحيط به من كل مكان وبين رغبة ومطالبة جماهيرية بالعودة للمنافسة، فهل يعود العميد من البوابة الخضراء أم أن القلعة ستكتب فصلا جديدا في مسيرة التدهور الاتحادية؟ في 7:30 من مساء الخميس ستتضح الصورة، وفي 9:30 سنعلم هل عاد الاتحاد أم آثر الاتعاد. في تقرير حال يتحدث عن الأهلي راح نأخذه بعد شوي، لكن على الهاتف صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة نادي النصر. مساء الخير سمو الأمير. مساك الله بالخير أخوي تركي، وحب نفسي على السادة المشاهدين وعلى الأخوان الموجودين في الاستديو معك. سمو الأمير، انتهى الاجتماع. سم انتهى الاجتماع؟ نعم، هو اجتماع كان حبي من بعض أعضاء الشرف، يعني اجتماع ناقشنا في بعض الأمور النصراوية. طيب سمو، قبل ما نتكلم في الاجتماع بس أبغى أسألك سؤال مهم. نعم. قبل الاجتماع وقبل تفاصيل الاجتماع، جماهير نادي النصر في هذه الفترة، الفترة الأخيرة وال 48 ساعة الأخيرة تحديدا، طالبت كما لم تطالب من قبل بأن ترحل عن النادي، أن تترك رئاسة النادي. هي ترى أنه الحل الرئيسي لحل مشاكل النادي في أن يبتعد فيصل بن تركي بن ناصر عن النادي؟ كانت المطالب بإبعاد القريني وعامر السلهام، الآن الجمهور ما عاد يهمهم عامر السلهام ولا سلمان القريني، تريد فيصل بن تركي. الحل في ابتعادك أنت فقط؟ لا أبدا، بالنسبة للمطالبات بعض الجماهير، وأنتم ما أدري إذا رأيت الصور اللي كانت قدام النادي، وهذا طبعا هذا شيء لا نحبذ من الجماهير، لكن أي جمهور من أو أي فرد من جماهير نادي النصر إحنا نناقشه، وأنا مستعد لمناقشة أي أحد من الجماهير، وهي دائما جماهير نادي النصر على عيننا وعلى رأسنا، وإن شاء الله حنا أنا أوعدهم إنه بنسعدهم بإذن الله،
والإدارة قادرة على إسعاد هذه الجماهير بإذن الله. طب نتائج الاجتماع، الاجتماع الحبي اللي اجتمعته؟ أبدا ما كان في نتائج، زي ما ذكرت أنه في اجتماع حبي بين بعض أعضاء الشرف، ناقشنا في أوضاع نادي النصر، وإن شاء الله في اجتماعات متتالية إن شاء الله في الأيام القادمة، بعدها ستتضح الصورة إذا كان في قرارات أو ما كان في قرارات. يعني إلى الآن ما أخذتوا أي قرارات في اجتماع اليوم؟ لا، كان في دعم مادي من بعض أخواننا أعضاء الشرف، الجمع وصل إلى 1,000,000 ريال، وهذه بادرة طيبة من أخواننا أعضاء الشرف، وإن شاء الله في الاجتماعات المتتالية إذا ظهرت نتائج بنعلن النتائج عندكم. في عمل، في توجه لتحرك، الناس طالب بتغيير إداري، تغيير مدربين، تغيير؟ والله إن شاء الله إذا كان في قرارات بنعلن عنها في الأيام القادمة. طيب، الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، شكرا جزيلا لك. شكرا. ما في قرارات، اجتماع حبي، حتى وصف الاجتماع بتعبير واضح انه اجتماع حبي، واضح انه مش زي ما الناس كانت فاهمه انه جلسه مناقشه او مساءله او محاسبه من هيئه اعضاء الشرف، واللي هو من ضمن صلاحياتها اذا كنت انا فاهم او لا محمد. والله هذا شيء في اعتقادي انه محبط بصراحه، اذا كان لم يخرج بنتائج ايجابيه توقف نزيف النقاط. الآن النصر في المركز السابع أو الثامن و11 نقطة وانتهى الدور الأول، ولم يحصل أي تحرك سواء في المدرب أو اللاعبين غير السعوديين أو الدعم، يعني دعم 1,000,000 ريال مع احترامي لا يصل إلى المطالب اللي ممكن تحتاجها الإدارة في المرحلة القادمة. لكن بشكل عام إذا كان هذه النتائج هي اللي ظهرت فهي محبطة للجمهور المصري. أبو تركي قال إنه في اجتماعات مستمرة. لا، أنا متأكد إن في قرارات، ولكن احترام من أعضاء الشرف لرئيس مجلس الإدارة أنه لو طلعت القرارات اليوم كأنه أعضاء الشرف هم من صنعوا القرار. أنت تقرأها كذا؟ أقرأها كذا، وأنا متأكد خلال 72 ساعة يكون في قرارات. اللي أبغى بس ما يكون في استعجال، زي ما قال أخوي محمد، التركيز على الجهاز التدريبي، ولا زلت أنا مقتنع أنه جهاز وطني لقيادة يوسف خميس أفضل من أنك تجلب لك مدرب بملايين الدولارات. المهم أنه النصر مقبل على قرارات، ولكن احترام من أعضاء الشرف هذا هو الصح، أنه رئيس النادي خلال 72 ساعة بقرار بعد تفكير وبعد مشاورات قرر أنه يسوي كذا 1-2-3. اللي أنا بقوله أنه نادي النصر يحتاج إلى تشخيص الداء وعدم الاستعجال، كما كرر أخوان في نادي الاتحاد، شال مدراء فريق ومشال المدرب الداهي والآن جاب عبد الله غراب. يعني أنا ما أحب الثقافة الإدارية اللي الجمهور يعني الجمهور بعاطفي. العام الماضي كان يعني الدقيقة الثامنة يتفق على فيصل بن تركي ويسوي الحركة والآخر، السنة هذه يطالب برحيله. أنت لا تطوع الجمهور، أنت أعمل شخص الداء بفكرك الإداري وأعمل باستقرار. اللي صار في الاتحاد هذا ينافي الاحتراف الحقيقي، العمل الاحترافي، ولا أتمنى يصير في النصر ولا في الهلال التغيير في وسط موسم، تغيير 2-3-4 أشخاص والجهاز التدريب وإلى آخره. يعني هذا حقيقة مفكر، شخص الداء لمن يستحق. يقول إنه الاجتماع محبط. محبط من حق، لأنه يقول محبط كان ينتظر قرارات، لكن أنا متأكد خلال 72 ساعة ترى أنا مثل خالد قاعد توقعت شيء يصير 72 ساعة يكون في قرارات. طيب نشوف، كان عندنا تقرير عن نادي الاتحاد، خلينا نشوف بعض اللقاءات اللي أجراها مراسلنا في جدة عبد الله الراشد مع رئيس نادي الاتحاد ومع عبد الله فوار. صراحة أبو طلال، وإحنا تعودنا منك الشفافية والصراحة، ديمتري متى يعني في بالكم أنك يتم بعده بصراحة؟ متى بالضبط؟ بعد الأسوية على طول حقيقة، لكن ما أسعفنا الوقت، يعني كان الوقت ضيق عشان نحدد، إنما يعني كان في أمل أن يصلح الأحوال ولكن ما صلحت. والحقيقة يعني إحنا أعطيناها أيضا الثقة قبل لقاء القادسية، ولكن حتى وإحنا فائزين 8 على القادسية كانت النية موجودة، لأن لعدم قناعتنا بتواجده بشكل يعني نهاية حتى نهاية الموسم. طيب ليش ما تم بعد على طول؟ كان اللقاءات متقاربة كلها بينها في أسبوع، يمكن ما كان في مجال إن نشيله. البعض يتحدث إن بسبب الأمور المادية. لا أبدا، ولا لها علاقة أبدا، وحقوقه مخذها هو أول بأول، يعني ما هناك أي سبب مالي أبدا. لم تستطيعوا أنه يكون في بالكم مدرب آخر؟ لا ماديا. لا 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 لا، في بالنا وشغالين، ولا 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 وليس الناحية المادية هي المانع. اللي يشوف أنا بالصحافة والإعلام هذا كله كلام ليس له أي أساس من الصحة، ولكن إحنا ما كل شيء بننفي ونقول ونتكلم، لأنه هذا شغلنا وعملنا الداخلي، وإحنا يعني جميع النواحي اللي تختص النادي إحنا مسؤولين عنها، فلذلك النواحي المالية ما كانت السبب، وأقولها دائما وأبدا ما هي السبب. المدرب القادم من أين؟
ما استطيع ان احدد لك، لكن احنا لدينا مجموعه، مو واحد ولا اثنين ولا خمسه ولا سته، وان شاء الله في لجنه في الموضوع هذا ستحدد بالضبط من هو يعني اللي نعتقد انه مناسب لنا، مدرب نشوف نعتقد انه مناسب للاتحاد. يعني في اشياء احنا طالبينها في يعني في يعني ممكن توجدها في واحد وما توجدها في الثاني في الثالث وهكذا، فلذلك هناك يعني بعض الاشياء اللي مطلوبه وان شاء الله انها تتحقق باذن الله. سبق لك التواجد في السعوديه مدرب اللي تبغونه؟ لا 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 ولا أيد انا اي واحد سابقا كان جاي هنا لا أيد. إقالة ديمتري في هذا الوقت هل هو الوقت المناسب بالنسبه لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء طبعا لازم يعرف الجميع انه السيد ديمتري جاء على مراحل في نادي الاتحاد وقدم مع الاتحاد اللي هو كان يقدر يقدمه وحقق بطولات مع الفريق. في الوقت الراهن طبعا الإدارة رأت انه ما في جديد بالنسبة للسيد ديمتري باتجاه الفريق وعافت المدرب، وهذا شيء طبيعي في كرة القدم. واعتقد طبعا الثقة اعطوها لعبد الله غراب انه يمسك الفريق، وعبد الله غراب من اللاعبين او المدربين قبل كل حاجة لاعب في نادي الاتحاد وعارف كل أسرار البيت الاتحادي، فهو شيء مو غريب عليه أنا أعتقد، ومساعدة اللاعبين قبل كل حاجة، لأن الأساس كله ينصب في اللاعب قبل كل حاجة، قبل الإدارة قبل الجهاز الفني. فالاتحاد الحمد لله فضل رب العالمين يمتلك عناصر لاعبين مميزين وقادرين إن شاء الله الخروج من المرحلة اللي احنا فيها بإذن الله. يعني اللاعبين كانوا محتاجين مثلا صدمة نفسية مثلا؟ ما في صدمة نفسية، هذه أمور بتصير في كرة القدم، يعني أنه مدرب تحس أنه أعطى كل عنده كل ما في أي جديد بالنسبة للمدرب. أعتقد التغيير مطلوب وهذه سنة الحياة، يعني ما هو شيء غير طبيعي، يعني شيء طبيعي هذا. طبعا الشيء اللي هو يعني الناس منظروا له أحيانا أنه في مباراة مهمة، طبعا مباراة زي المباريات كلها اللي مع النادي الأهلي، فأعتقد أن المباراة حتكون مباراة يعني ديربي ما بين الاتحاد والأهلي، وهذا متعودين عليه اللاعبين، وهذا الأهم إنه اللاعبين متعودين على المباريات هذه، وأعتقد أي في إشكالية بإذن الله. هذا الاتحاد قبل الديربي، شوف تقرير عن الفريق الأهلاوي الطرف الآخر في الديربي. رجال القلعة تحصنوا جيدا وجهزوا الأسلحة والمؤن، فخصمكم هذه المرة هو الاتحاد. هكذا هو لسان حال القائمين على الشأن الأهلاوي قبل موقعة الديربي المنتظرة. نعم هي مباراة، لكنها بالنسبة لهم هي معركة، بل هي حرب، بل هي صراع مزمن، وكل ذلك يندرج تحت مسمى كروي. التماسيح لم يتذوقوا طعم الخسارة على ملعبهم وبين جماهيرهم منذ بداية الدوري، ويسعون لأن يواصلوا ذلك وتبقى صفحتهم خالية من الخسائر على استاد عبد الله الفيصل. 9 مواجهات لم يتذوق فيها الأهلاويون الخسارة إلا مرة واحدة، وكانت خارج الحصون الخضراء، وتحديدا أمام الهلال الذي لا يقل الاتحاد عنه قوة وشراسة. ولذلك الأهلاويون يريدون أن يثبتوا بأنه بمقدورهم أن يفترسوا حتى الأقوياء. احتلوا المركز الرابع ويتطلعون للصفوف الثلاث الأولى، لكن الوصول إليها يعني تجاوز الكثير من العقبات، وأولاها عقبة النمور التي يعني تجاوزها لمحبي القلعة الشيء الكثير: استعدادات وتدريبات، آمال وتطلعات، كل ذلك وأكثر تجده في البيت الأهلاوي خلال هذه الأيام. ولعل حضور كبير القوم الأمير خالد بن عبد الله للتدريبات وإشعال فتيل نار الحماس بين اللاعبين إنما هو دلالة تامة على أهمية المواجهة وما تعنيه المباراة لأصحاب القلعة الخميس المقبل. كل الأهلاويون يريدون أن ينتهي اللقاء واللون الأخضر يطغى على مدينة جدة. مسفر الخثعمي، كرة. الأهلي والاتحاد
يقول لك أنا أرفض قرارات ما يطلبه الجمهور، ما يطلبه المشاهدين، ما يطلبه الإعلام. فلذلك في الموقع هذه الاستقرار يكسب الاجتهاد، الاستقرار يكسب الاجتهاد. صعب على مين المباراة الجاية؟ الاتحاد طبعا حيدخل تحت ضغط، يعني من الصعوبة أن تتواجه فريق مستقر فنيا تدريبيا إداريا ما عنده الفوضى اللي يعاني منها الاتحاد. الأهلي أكثر استقرار وثبات. اللاعب الأجنبي فرق هذا الموسم للأهلي 80% من الأهداف اللي سجلها الأهلي من الأجانب، 60% من صناعة الأهداف من الأجانب. الاتحاد يعني أخذ على وتر الجانب التفاؤلي في عملية الإحلال في المدرب للأسف، وهذه قد تصيب أو قد تخيب. عملية حضور عبد الغراب في هاللحظة قد ترفع المعنويات للفريق ويكسب أو لا، هي عملية يعني فيها سلاح ذو حدين، لكن بشكل عام في استقرار أكثر للأهلي. لا أقفل التمارين عبد الغراب، يعني في خطط وفي شيء. إنك تتهكم طبعا. والله يتهكم لأنه حقيقي ما مو كذا الاتحاد يتعامل. الاتحاد النادي المونديالي يجب يكون في مدرب. أنت جيت عليك كذا عبد الغراب يقول. على رأس عبد الغراب. يعني ما عندي فكر فني طيب. لاعب دولي بالعكس، لاعب دولي يعني ما يومين سكر. بالعكس الاتحاد أحوج ما يكون للجمهوران، يعني وش هالخطط اللي بتطبق في يومين؟ فافترض الاتحاد الآن ما راح ينتشر للجمهور، افتح المدرجات وخلي العالم تحضر وتقف مع الفريق. الفريق يحتاج إلى دفعة نفسية. عبد الغراب يعني مؤقت. لكن تركي نبغى نشيد في عملية التذاكر اللي عبر الانترنت، كانت يعني نقطة إيجابية. إذا كان هذه المباراة 30% أتمنى تزيد النسبة إلى أكثر من كذا، لأن بصراحة خطوة موفقة وإيجابية. صحيح. خلينا نشوف فريق الجولة لهذه الجولة بحسب موقع هيئة الدولة المحترفين. فريق الجولة العاشرة بحسب موقع هيئة دوري زين السعودي للمحترفين. في حراسة المرمى حارس مرمى الهلال خالد شراحيلي ب11 نقطة. في خط الدفاع مدافع نادي الاتحاد أسامة المولد ب12 نقطة. مدافع نادي الرائد يحيى المسلم ب11 نقطة. مدافع نادي الهلال أسامة هوساوي ب8 نقاط. مدافع نادي الفتح عبدالله العبدالله ب6 نقاط. مدافع نادي الفتح جابر حقوي ب6 نقاط. في خط الوسط لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب ب23 نقطة. لاعب نادي الأهلي مارسيلو كاماتشو ب12 نقطة. لاعب نادي نجران جهاد الحسين ب10 نقاط. في خط الهجوم مهاجم نادي الشباب ناصر الشمراني ب19 نقطة. مهاجم نادي الفتح حمدان الحمدان ب14 نقطة. فريق الجولة العاشرة بحسب موقع هيئة دوري زين السعودي للمحترفين. فاصل قصير بعده الجزء الأخير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي كرة روتانا دوت نت، إيميل البرنامج وكرة شو على الفيسبوك، وأيضا برنامج على اليوتيوب. أحمد المصبيح ومحمد الغامدي هم ضيفا الحلقة، بين قوسين لكاتبنا سامي القرشي. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب سامي القرشي بصحيفة الرياضي، والتي حملت عنوان شو مهضوم حركاته، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: يعطي فيفا للاتحادات المحلية حق كتابة جزء من اللوائح والأنظمة الداخلية وفق ما تراه تلك الاتحادات المحلية، وفق ما تراه تلك الاتحادات المحلية يتوافق وثقافة بلدانها، وهي خصوصية والتي دائما ما نتحدث عنها عندما نتناول الرياضة شؤونها وشجونها، بل ونتغنى بها ولنا الحق في ذلك بما ميزنا به عن غيرنا من أطيب العادات والتقاليد. وأضاف الكاتب: جرت العادة أن يكون خوف القائمين على الرياضة من خرق الأجانب لاعبين ومدربين وغيرهم للأعراف والعادات المحلية، فتجدهم يشددون على الأندية في إعطاء الصورة الكاملة لهؤلاء وقبل التعاقد معهم حول ماهية القوانين الواجب التنبه لها،
والتي لها علاقة مباشرة بالأعراف والعادات والتقاليد. إلا أن المفارقة العجيبة هي عندما يحترم هؤلاء الأجانب رغبة الاتحاد المحلي بتطبيق كل ما يطلب منهم بحذافيره، في الوقت الذي يتمرد فيه أصحاب الدار من اللاعبين على تطبيق ما يفترض أن يكونوا قد تشربوه منذ الصغر في بيئتهم، وحتى قبل دخولهم من الملاعب تاركين حمل لواء أعرافنا لأجانب يرفعونه. الأمثلة على ذلك كثيرة، وشهدها وسط رياضي بأكمله. أتذكر جيدا استجابة المحترف الأهلاوي سيموس لرغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولرغبة الإعلام في تغيير تسريحة شعره، وفي وقت قياسي هو أسرع من جفاف حبر قرار، مغلفا ذلك بقول أجمل من مبادرة: أحببت البلد وأهله وأحترم عاداتهم ورغباتهم. وفي المقابل نفاجأ بلاعبين محليين يرمون بقرار اتحادهم حول عرف الديك عرض الحائط، فيتبنون ما تخلى عنه أجنبي احتراما لقرارات اتحادهم. ثم أسأل: أين ذلك الإعلام الخائف على أبناء المجتمع من تسريحات ديوك بلدية؟ بل وأين من سن القرار من التأكد من نفاذه على الجميع؟ أم أنه وضع لديك الرومي؟ عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: عودة المصابين تعزز قوة الاتحاد ومطالب أهلاوية بعدم الاستهتار. في الحياة: رئيس الاتحاد الأسترالي: قطر قد لا تستضيف مونديال 2022. في الاقتصاد: يا ابن مساعد لم نتفق مع الشراحيلي وقد يرحل أجنبي في يناير. في الرياضي: جماهير الهلال: أبو كلبشة فاكر نفسه النعيمة. شمس: شقق فندقية تطالب الأندية بمستحقاتها عبر الرئاسة. مشاهير كرة القدم يشتكون من انتحال شخصياتهم اجتماعيا. في عكاظ: الثقفي يقود شباب الاتحاد عصرا ويساعد غراب ليلى. وفي المدينة: دراسة تعيين الأمير ممدوح بن عبد الرحمن مشرفا عاما على كرة النصر. في الجزيرة: هوساوي: قبل يناير سأحدد موعد انطلاق تجربة الاحترافية في أوروبا أو أكمل الموسم مع الهلال. وفي عنوان آخر: المشهد في النصر ينذر بتغييرات عاجلة تطول غوستافو ومارسيل. هذا طبعا عناوين صحافة الصباح بكرة مش اليوم. جميل جدا. تعال نشوف ضيوف حلقة الغد. توفيق الخليفة رئيس تحرير صحيفة الجماهير الإلكترونية، وسعود الحماد المحلل والناقد الرياضي. طبعا الأستاذ عدنان جستنية هو من سيقدم حلقة الغد، ونال التوفيق في تجربته التلفزيونية. أذكر فقط بأنه غدا الحلقة الأخيرة من برنامج شاعر الملك الذي يأتي على قناة روتانا خليجية والمرقاب. أبو تركي، قبل ما أختم، من جمهور الاتحاد زعلان جدا عليك. لا، ما حق زعل. أنا جد أنا ما تهكمت على عبدالله غراب ابن وطن مدرب وطني، ولكني تهكمت على القرار، لأنه حرام تظلم مدرب. إذا أنت رفع عبدالله غراب ما تضع يعني في الوضع الخطير والصعب أمام الأهلي. عبدالله غراب أولا ما كان داخل منظومة العمل داخل نادي الاتحاد، يعني لو استخدم الاستعانة مدرب وطني يعمل في الأولمبي أو الفريق الشباب كان أفضل. يعني أنت تظلم عبدالله غراب وتظلم اللاعبين. أنا ما أحب العلاج السريع اللي يأتي من عاطفة. عبدالله غراب ابن الوطن، نتوسم فيه خير، خدم المنتخب الوطني، وإذا كنت أنا أخطأت فأعتذر. كابتن عبدالله استاهل كل خير، أتمنى له إن شاء الله التوفيق. محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا تركي. تركي، شكرا جزيلا. العفو. في أمان الله.